مساء الخير. بين وقت وآخر يخرج بعض الإعلام العربي بتقارير حول الوجود الإيراني في سوريا وموقف نظام أسد منه. مرة يحدثنا البعض عن ضرورة انتشال سوريا من الحضن الإيراني كي لا تتم خسارتها كما خسر العرب العراق، وأن الحل الوحيد هو في مد يد العون للنظام المتهالك. ومرة أخرى يحدثنا البعض عن أن تململاً موجوداً لدى فريق في هذا النظام من الإيرانيين يجب استغلاله ودعمه من أجل ضرب الوجود الإيراني وإضعافه. يخرج رأي هنا بأن النظام علماني وعروبي، ولا يمكن أن يكون التقاؤه بنظام الملالي الفارسي الطائفي إلا تكتيكياً ومرحلياً، وأنه يجب مساعدة بشار أسد على الفكاك من زواج المصلحة هذا مع إيران. وفي الوقت نفسه يخرج رأي من هناك أن مقعد سوريا في الجامعة العربية يجب أن يعود للنظام، وأن السفارات المغلقة في دمشق يجب أن تعيد فتح أبوابها كي لا يبقى الباب الإيراني الوحيد المفتوح أمامه. المشكلة هي أن من يرد على هذه الأوهام العربية هو النظام نفسه في الغالب. فمثلاً اليوم وبعد أقل من 24 ساعة على الأخبار التي جرى تداولها حول محاربة نظام أسد للوجود الإيراني في سوريا، تجري ميليشيات إيران استعراضاً عسكرياً في جنوب دمشق ترفع فيه صور بشار أسد جنباً إلى جنب مع صور قاسم سليماني الذي قتل وهو ينفذ مشروع الحرس الثوري الإيراني في اختراق الدول العربية وضربها والهيمنة عليها. لماذا ينسى هؤلاء إذن أن علاقة نظام أسد العضوية بإيران أقدم من الثورة السورية بكثير، بل وحتى أقدم من الثورة التي أوصلت الخميني ونظامه إلى الحكم في طهران عام 1979؟ ألم يتمرغ حافظ أسد العروبي المقاوم على أعتاب الشاه الإيراني الذي كان يبلطج على دول الخليج ويقيم علاقات استراتيجية بإسرائيل؟ ألم يعزز الأسد الأب علاقاته بإيران بعد سقوط الشاه وهيمنة الملالي على السلطة، لكن هذه المرة تحت شعار المقاومة والممانعة؟ ألم يقف النظام مع طهران خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي متحدياً كل العرب في هذا الموقف؟ ثم لماذا بين العرب اليوم من يصر على الترويج لمغالطة أن المشكلة السورية ستنتهي بخروج إيران المفترض من البلاد، بينما مشكلة السوريين الأصلية هي في هذا النظام الذي عندما ثاروا ضده لم يكن هناك أي وجود عسكري إيراني على أراضيهم؟ ألم يرفض بشار أسد كل النصائح والوعود العربية والدولية بالدعم والمساندة عام 2011 مقابل إجراء بعض الإصلاحات فقط، وأصر بدلا من ذلك على إدخال قوات إيران وميليشياتها إلى سوريا وتسليمهم البلاد بطولها وعرضها؟ فهل بعد هذا كله يمكن الحديث عن محاربة النظام للوجود الإيراني في سوريا فضلا عن تصديق هذه الأكذوبة، بل وتقديم الدعم له على أساسها وإعادة تطبيع العلاقات وفتح السفارات والضرب صفحا عن كل ما فعله ويفعله؟ هذا الملف هو موضوع حلقة اليوم من تفاصيل. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام.
ضيوفي الذين سأناقش معهم هذه الحلقة من تفاصيل: العميد أسعد الزعبي، المحلل العسكري والاستراتيجي، ضيفنا عبر سكايب من الرياض، وعبر سكايب أيضا من بيروت الكاتب والإعلامي السيد فيصل عبد الساتر. مرحبا بضيفي الكريمين. ولو أبدأ مع الأستاذ فيصل لنسأل عن الخطوة التي توقف عندها كثيرون، وهي الطلب من الإيرانيين بإبعاد جواد غفاري القيادي في الحرس الثوري الإيراني من سوريا. لماذا يا ترى يعني يطلب من قبل نظام الأسد، يطلب من الإيرانيين أن يبعدوا هذه الشخصية بالتحديد باعتقادك؟ أولا تحياتي لك ولحضرة العميد ولكل المشاهدين، شكرا لهذه الاستضافة، ونأمل أن تكون سنة خير على الجميع يا رب، وأن ترتاح منطقتنا من كل هذه الحروب، وأن يعم يعني الأمن والأمان على بلادنا وأوطاننا، إنه سميع مجيب. ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها في وسائل الإعلام عن بعض التباينات التي قد تظهر في سوريا، بين سوريا من جهة وبين حلفائها من جهة أخرى، وهذا الأمر ليس متعلقا بالإيرانيين فحسب، بل أيضا ما بين سوريا وروسيا في مرات معينة، بين سوريا وإيران، بين سوريا والمقاومة في لبنان، باعتبار أن ما يجري في سوريا هو أمر كبير، وهو أمر ليس استثنائي، يعني ليس عاديا أبدا، وهو أمر استثنائي. نحن نتحدث عن 11 عاما من الحرب المتواصلة، فيها الكثير من المحطات وفيها الكثير من القضايا التي قد تتعقد بعض الأحيان هنا وهناك، وقد ينتج عنها سوء تفاهم أو التباس في بعض الأحيان. أما ما حكي عن طلب من الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، أنه طلب من القيادة الإيرانية إبعاد مسؤول الملف الإيراني في سوريا جواد غفاري، حتى الآن ليس هناك ما يثبت مثل هذا الأمر، وإن صح على فرض المثال، وإن صح فهذا أمر قد يكون طبيعيا من وجهة نظر السوريين، باعتبار أن سوريا هي صاحبة الأرض، وأن هناك ممكن بعض الأحيان أن يكون التباسات معينة، فتفضل سوريا أن تكون العلاقة متينة أكثر إذا كان هناك من بعض الهنات أو الأخطاء التي تحدث، لكن حتى الآن هذا الأمر ليس صحيح بحسب معلوماتي حتى اللحظة، غير مثبت، يعني ربما يكون صحيح وربما يكون لا. على كل حال، الآن هناك حديث قديم متجدد أستاذ فيصل عن أنه هل يمكن فكاك ما يمكن أن نسميه بالزواج الكاثوليكي بين النظام في دمشق وبين نظام الملالي في طهران. البعض يعتقد بأنه هذا شيء ضرب من ضروب المستحيل، والبعض الآخر يقول بأنه هناك اتفاق مرحلي بين الطرفين يمكن له أن ينتهي. ماذا تعتقد من جانبك في هذا الإطار؟ لنستعرض هذه العلاقة التاريخية، وبعكس ما جاء في التقرير، يعني ربما يكون هناك بعض الأخطاء التي وردت أو بعض التحميل السياسي أكثر بكثير من حقيقة المواقف، أن العلاقة ما بين سوريا وتحديدا أيام الرئيس حفظ الأسد والجمهورية الإسلامية في إيران كانت علاقة متينة جدا، إلى درجة أن سوريا الدولة العربية الوحيدة التي خالفت كل الإجماع العربي عندما بدأت الحرب العراقية الإيرانية وشن صدام حسين الحرب على إيران، كان الرئيس حفظ الأسد إلى جانب إيران في هذه الحرب وضد النظام العراقي. طبعا قد يقول البعض أنه نتيجة خلافات بين الرئيس حفظ الأسد والرئيس السابق صدام حسين، قد يكون هذا الأمر صحيح، لكن العلاقات بين الدول ليست بالضرورة مرتبطة فقط بالعلاقات بين الأشخاص، لأن الرئيس حفظ الأسد يعني بان صحة موقفه بعد ذلك في أن العرب جميعا تراجعوا واعتبروا أن هذه الحرب كانت مغامرة، وأنهم دفعوا صدام حسين ومن ثم دفعوا ثمنا كبيرا عندما جاءت أمريكا وقام صدام حسين بغزو الخليج ووصل إلى الكويت، ثم ندموا على هذا الأمر، تبين صحة موقف الرئيس حافظ الأسد، ومنذ ذلك الحين والعلاقات بين سوريا وإيران هي علاقات أكثر من متينة، وبالتالي لا يمكن وصفها فقط بالزواج الكاثوليكي. أنا أعتقد أن الوصف الأدق لمثل هذا الأمر أنه تطابق في وجهة النظر استراتيجية وفي حملهم للقضية الأساسية
وهي القضية الفلسطينية. أدخل الآن إلى لب الموضوع أستاذ فيصل قبل أن أنتقل إلى السيادة العميد ضيفنا من الرياض. هل يمكن أنت باعتقادك، هل يمكن الرهان على أنه ربما يمكن فكاك أو إبعاد إيران عن النظام أو عن سوريا بشكل عام؟ أنا لا أعتقد أن هذا الأمر قد يحصل باعتبار أن هذا الأمر أصبح متعمدا بالدم. ثانيا، المخاوف التي قد تطرح بين قوسين، وهي ليست مخاوف وإنما محاولة لإثارات والتباسات ومحاولة لإشعال فتيل الفتن والخلافات عن أي فكاك بين إيران وسوريا، أنا أعتقد أنها محاولات فاشلة. أولا، سوريا لن تكون غير عربية. الغيارة على العرب والعروبة، أعتقد أن عليهم أن يتعلموا العروبة من سوريا. فإذا لم تكن سوريا هي حضن العروبة وقلعة العروبة، من هي العروبة؟ هل هي الدول الخليجية؟ طيب، ربما يكون هناك جواب على هذا التساؤل عند سيادة العميد ضيفنا من الرياض. أعود وأرحب به من جديد. ما تعليقك سيادة العميد؟ هناك اليوم من يراهن ومنذ زمن حقيقة على أنه يمكن إبعاد إيران عن سوريا، هل هذا الرهان في محله سيادة العميد باعتقادك؟ مساء الخير لك وللأستاذ فيصل، وبتمنى الأستاذ فيصل يعني يسمع مني تماما ما سأقوله، وإذا كان في عنده اعتراض على أي نقطة يكون الرد يعني بمعنى مقنع حقيقي. قبل الحديث يعني أنا سأرد على آخر نقطة أثارها الأستاذ فيصل، وهي قضية أن يعني دمشق العروبة وعروبة دمشق، ولا أحد يشكك في عروبة دمشق يعني. وأعتقد أن يمكن ما سمي القوميين العرب أو ما من يدعي القومية العرب يعني بات يدرك تماما كما ذكر قبل قليل الأستاذ فيصل أن يعني كل العرب وقفوا مع صدام حسين عندما اعتدى النظام الإيراني على العراق وحاول يعني احتلال العراق، كما حاول قبل ذلك بكثير، كما سيطر واحتل يعني إقليم عربستان العربي. وبالتالي إذن هو كان يريد أن يكمل خريطته في السيطرة على المنطقة وأيضا في طريقه إلى حتى للخليج، دول الخليج العربي يعني. وبالتالي وقف العرب مع صدام حسين إلا نظام حافظ أسد وقف مع إيران. فهل هذا يعني من المنطق؟ أنا يعني أريد جواب منطقي، هل هذا من المنطق يقول أن هذا قومي عربي أو يتحدث بالقومية العربية؟ سأعطي أيضا مثال آخر. عندما تم هناك اشتباك أعتقد عام 1979 ما بين ليبيا ومصر، واشتباك جوي، وأعتقد كانت يعني استمرت الفترة بينهم بالخلاف عسكريا لمدة شهر، استدعى القذافي قال من يساعدني من العرب؟ فهب حافظ أسد وأرسل طيارين لليبيا لدفاع ليبيا ضد مصر. فهل هذا من القومية العربية؟ يعني هل القومية العربية تفرض علي أن أقف مع عربي ضد عربي؟ أو أن أقف لا أريد أن يعني أطيل الحديث. حتى سيادة العميد، حتى لا نخرج عن موضوع الحلقة، سأعود إلى الأستاذ فيصل إذا كان لديه أي تعليق. كنا نسأل عن موضوع الرهان على يعني إبعاد نظام أسد في دمشق عن نظام الملالي في طهران، هل هذا ممكن باعتقادك سيادة العميد؟ بالتأكيد لا طبعا. يعني من يتحدث بهذه اللغة يعني أعتقد ليس فقط واهم، بل يعني يضيع في متاهات الوهم. يعني ليس فقط واهم، عندما نقول واهم هو أخطأ بنقطة، لكن عندما نقول يعني يضيع أو يتيه في متاهات الوهم فهو بالتالي يعني بعيد كل البعد عن التفكير بالتقارب بين هذه النقطة. يعني من يدرك يعني أن إيران اليوم، لما نتحدث نحن عن علاقة ما بين سوريا وإيران، نحن نتحدث عن ولاية رقم 35 بنطوقة موجودة على شرق المتوسط، تدعى أو كانت تدعى سوريا، هي عبارة عن جزء أساسي من إيران. يعني من يقول أن إيران يمكن أن تخرج، أنا أقول لك وهذا على شاشتكم، أتحدى أي مسؤول تابع لنظام بشار الأسد أو حتى بشار الأسد بنفسه، أتحدى أن يقف عن الإعلام ويقول سنخرج، لا يقول أخرجي يا إيران، باعتبار أنه هو من استدعى إيران كما يدعي يعني، ولكن الحقيقة هو لم يستدعي إيران، إيران دخلت غصبا عنه يعني، لأنه لا حق في ذلك تعتبر من أيام حافظ أسد ساتحدى. يعني ولكنه أيضا أنا أتحدى حافظ بشار الأسد أو أي واحد مسؤول يقول الله نحن نريد من إيران أن تخرج من أجل العرب، أو نريدها أن تخرج خلاص يعني انتهت مهمتها خلاص تخرج. لا يمكن هذا، هذا ليس حلما، بل يعني هذا حلم يقظة وليس حلما حقيقيا. حلم يقظة أن تتحدث عن إخراج إيران بأي طريقة كانت. إيران اليوم موجودة ضمن كل مجالات الحياة. إيران اليوم تقول للعرب الذين قالوا سنطبع مع النظام من أجل، تقول اليوم سأقوم بعملية إسكان
الفاطميين واستجلب كل عائلاتهم من طهران، وعددهم 500,000 بالمناسبة، يعني انتهى لجوءهم في إيران ولا عودة لهم إلى أفغانستان، وبالتالي سيتم يعني تسكينهم في سوريا. ولكن وأعتقد سيادة يعني العميد، سيادة العميد، عندما البعض الآن يراهن هذا الرهان الذي يبدو يعني من خلال كلامك بأنه رهان خاسر وضرب من ضروب المستحيل، على ماذا يستندون يا ترى؟ يعني لماذا يصرون على هذا النهج يا ترى أو على هذا الرهان؟ الحقيقة أخجل أقول لك، لأن هناك تعبير جدا بشع يعني، وبالتالي لا أريد أن أذكره على هذه المحطة الكريمة ولا أمامك ولا أمام الأستاذ فيصل، لأنه يعني هذا للأسف يعني يشير تماما إلى قضية غاية في العمق بالمنطق البذيء لا أتحدث فيها، لكن حقيقة ما يعني ما يدمي القلب أنكم الآن يعني بدأتم تنتبهون إلى أن هناك علاقة ما بين سوريا وإيران. العلاقة بين سوريا وإيران كنظامين موجودة منذ أيام الشاه الذي كان يضغط على الخليج، وكان الشرطي الذي سيحاسب الخليج، وكان يستنزف خيرات الخليج، وكان أيضا حافظ أسد إحدى هذه الأدوات. وبالتالي الشاه عام 1975 قدم مساعدة لحافظ أسد 50 مليون دولار. لماذا قدمها؟ هل هو يعني محبة لحافظ أسد أو زواج أو نسب؟ لا، كانت هناك عبارة عن أهداف مشتركة بينهما، كما كان حافظ أسد يسمي دول الخليج الدول الرجعية، وكان يعتبر حاله هو دول متقدم. ولم ننسى أيضا الشراكة الاستراتيجية بين حافظ أسد وروسيا ضد الخليج، ولن ننسى أبدا المحور الذي شكله حافظ الأسد مع القذافي ومع الجزائر ومع منظمة التحرير في لبنان ضد المحور العربي الذي كان آنذاك اللي هو مصر والسعودية والأردن. إذا يا أخي الكريم لا نتحدث عن أي عروبة. اليوم مصر، اليوم دمشق، هي دمشق، هي كانت دمشق الأمويين، وإن شاء الله ستعود دمشق الأمويين، لكن اليوم عندما نتحدث عن دمشق في اليافطات السوداء وفي الوشاح الأسود اللي تلبسوا لم يعد كما ذكرت لك، لا نقول سوريا، نقول الولاية 35 التي كانت تسمى سوريا وهي اليوم يعني تعود إلى إيران. طيب أستاذ فيصل، ألا يعي يا ترى نظام أسد في دمشق بأنه عودته التي يرغب بها حسب المؤشرات إلى الحضن العربي وإعادة علاقاته مع الدول العربية تتطلب بالضرورة أن يبعد، يزيح، يصرف الميليشيات الإيرانية الموجودة في سوريا؟ يعي هذه الحقيقة نظام أسد، أليس كذلك أستاذ فيصل؟ يعني اولا ارد يعني اريد ان ارد على بعض الاخطاء التي وردت في حديث العميد اسعد الزغبي باختصار حتى لا يفوتنا الوقت. استاذ فيصل تفضل. يعني اولا يعني اذا كنت مع مصر ضد ليبيا او اذا كنت مع ليبيا ضد مصر، هذا لا يعني انك فقدت العروبه يعني، ولا يعني ما معنى ان تكون الدول العربيه الان منقسمه ايضا في حال ما يجري في اليمن في الحرب على اليمن، هناك دول عربيه مع وهناك دول عربيه ضد. المسألة ليست في أن تكون عربيا يعني معنى ذلك أن تكون على حق، ليست القضية هنا، نحن نتحدث عن موازين. عندما اندلعت الحرب العراقية الإيرانية كان كل العرب يريدون القول بأن إيران دولة فارسية وأن هناك عروبة مهددة إلى آخره، تبين أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، بدليل أكثر من دليل أنه هؤلاء جميعا ساعدوا الأمريكيين في التخلص من صدام حسين. هل فقد عروبته صدام حسين عندما غزا الكويت؟ إذن المسألة ليست هنا، المسألة هي في الخيارات السياسية التي تنتج من هذا النظام أو ذاك. أيام الشاه كانت كل الدول العربية منبطحة أمام شاه إيران، وكان شاه إيران عميل لأمريكا وإسرائيل. طيب عندما خلع شاه إيران، بدل أن تكون الدول العربية كلها مع الثورة الإسلامية في إيران والجمهورية الإسلامية في إيران باعتبارها طردت إسرائيل ورفعت علم فلسطين وواجهت أمريكا، الأمر أيضا لم يتغير. إذن الدول العربية هي التي اختارت أن تكون على خلاف مصالحها. اليوم عندما يطلب من سوريا، دائما يتحدث مع سوريا أن سوريا ذهبت إلى الحضن الإيراني وأن سوريا مطلوب إليها العودة إلى العرب. من المطلوب؟ هل هذه الحق، هل هذه يعني أوهام، هذه غير دقيقة هذه المعلومات؟ لا غير دقيقة، وهي أيضا يعني هي أيضا يعني فيها الكثير من التجني وفيها خلاف الحقيقة. من الذي غادر العروبة؟ سوريا غادرت العروبة أم العرب غادروا العروبة؟ من الذي ذهب إلى العدو الإسرائيلي وطبع معه وأقام علاقات دبلوماسية؟ سوريا أم هذه الدول؟ من الذي أبعد سوريا من جامعة الدول العربية؟ سوريا أم أن هذه الدول التي فعلت هذا الأمر؟ طيب لماذا الآن؟ الآن تعود الآن الآن لماذا
الآن يعني نظام أسد أستاذ فيصل، أعود إلى السؤال حتى لا نتشعب ولا نخرج عن الموضوع. السؤال لا ما خرجنا خليني أكمل. بالأمس مملكة البحرين أعادت سفيرها إلى دمشق، وقبل ذلك الإمارات، والسعودية تحاول بأي شكل من أشكال العودة، وسلطنة عمان كمان موجودة، والجزائر موجودة، والعراق موجودة، ولبنان له سفير في دمشق. إذن من هي الدول العربية المتبقية؟ هل هي فقط السعودية والإمارات وقطر؟ يعني هذا هو السؤال. هؤلاء يمثلون العروبة، وباقي الدول العربية ليست عربية. ثم إذا كان الرئيس السوري حافظ الأسد، الرئيس السوري بشار الأسد، طيب حدث ما حدث في سوريا، بصرف النظر الآن عن الموقف، أنتم تسمون ثورة، أنا أقول أن هذا الذي حدث هو مؤامرة كبرى على سوريا. طيب طيب الروس بغض النظر عن التسميات، بغض النظر أستاذ فيصل عن التسميات، الروس تدخلوا في 2015 صحيح، الإيرانيون تدخلوا منذ اللحظة الأولى، والمقاومة في لبنان تدخلت منذ اللحظة الأولى. طيب الدول العربية الأخرى ألم تدعم كل المجموعات من السعودية إلى قطر إلى الإمارات إلى تركيا إلى فرنسا إلى أمريكا؟ كل هذه الدول شاركت فيما يجري في سوريا، ودعمت مجموعات ما تسميها الثورة السورية. فلماذا حلال على كل هؤلاء أن يتدخلوا في سوريا، وحرام على إيران التي ترتبط بحلف استراتيجي مع سوريا تكون إلى جانب سوريا وإلى الآن جانب فيصل؟ الآن أستاذ فيصل، هناك أحاديث متواترة ويبدو من المؤشرات بأنها صحيحة، يقال بأنه الآن النظام في إيران والنظام في دمشق هناك توتر في العلاقة بينهما، هناك انقسام في نظام الملالي نفسه من ناحية التواجد الإيراني في سوريا وتعامله مع القضية السورية، وداخل نظام بشار أسد هناك أيضا انقسام. هذه الانقسامات هل تعتقد بأنها غير موجودة؟ هذا الذي يتم الحديث عنه هو أيضا كلام في الهواء لا أكثر؟ دعني أقول لك بكل صراحة، وأنا أدعي أنني خبير بالشؤون الإيرانية والسياسات الإيرانية لعلاقتي التاريخية ولقربي من الإيرانيين ومعاشرتي لهم طوال أكثر من 30 عاما ومنذ انتصار الثورة إذا صح التعبير. هناك ثوابت في السياسة الإيرانية لا تختلف من رئيس إلى رئيس ومن إدارة إلى إدارة، حتى لو كان هذا محافظ وذاك إصلاحي وهذا متشدد وإلى آخره. من هذه الثوابت العلاقة مع سوريا والموضوع الفلسطيني ودعم حركات المقاومة والملف النووي الإيراني في مواجهة أمريكا. هذه الثوابت لا تتغير ولا تتبدل حتى لو كان هناك الكثير من الملاحظات. وأنا قلت في بداية الحديث أنه من الممكن أن تحدث هناك تباينات، وهذا أمر طبيعي، حدث بين روسيا وسوريا، بين سوريا وروسيا. طيب التباينات الحالية أستاذ فيصل، نتحدث عن الآن الفترة الراهنة، ما هي هذه التباينات؟ لماذا موجودة أصلاً التباينات؟ وفي أي موضوع بالتحديد؟ يعني في هناك بعض السلوكيات ممكن تعتبرها سوريا أنها غير متناسبة مع ما تريده لواقعها، وخاصة على المستوى السيادي. سوريا متحسسة مثل ماذا يعني أستاذ فيصل؟ قيل أن هناك يعني أن هناك بعض المناقلات التي تحدث بين المستشارين الإيرانيين مثلا دون أن يكون هناك علم مثلا للقيادة السورية، هذا لا تقبله سوريا. مثلا على سبيل المثال قيل مثلا أن هناك تدخلات قد تحدث هنا وهناك من قبل المسؤول الإيراني في سوريا، مثلا هذا الأمر لا تقبله سوريا. طبعا هنا أتحدث عن قيل وقيل، ليس لدي معطيات حول هذا الموضوع، لكن سأسلم جدلا بأن هذا الأمر قد حصل. فإن سوريا لا تساوم أبدا على ما تعتبره مسا بقرارها السيادي، وهذا الأمر مارسته حتى مع حزب الله. يعني نتحدث أنه يعني عذرا للمقاطعة أستاذ فيصل، تتحدث عن سيادة والنظام يطلب يستجدي من النظام في إيران أن يغير قائد في الحرس الثوري مسؤول عن الحرس الثوري في سوريا، هكذا هي السيادة؟ هذا مثال فقط يعني. هذا ليس استجداء، إذا ما كان هذا الأمر صحيحا هذا ليس استجداء، هذا طلب، مثل ما يعني أي دولة تطلب من
دولة أخرى أن هذا السفير غير مرغوب به مثلا، طيب. فهي تتعامل ضمن هذا الإطار، لكن مع إيران تكون العلاقة أكثر ودا واحتراما، لأن هذا المنصب منصب غير دبلوماسي، وبالتالي يعني هو منصب، يعني هذا الرجل جاء على رأس فريق من المستشارين والمسؤولين الأمنيين والعسكريين مثلا. إذا أخذنا أن الأمر قد يعني ثبت تماما، لكن طيب. أنا لازلت أقول أن هذا الأمر هو من نسج خيال قناة العربية، كما قالت منذ أيام أن غارات إسرائيلية على النبي شيت، وتبين أن هذا الأمر غير صحيح، وكما قالت في كثير من الأخبار. طبعا الواضح أن هناك استهدافا، يعني استهدافا متواصلا للعلاقات ما بين سوريا وإيران، طيب. وما بين إيران وسوريا، وأنا أعتقد أنه جاء على خلفية استباقية لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا في القريب في الأيام القليلة المقبلة. سيادة العميد، ما تعليقك على ما سمعناه من الأستاذ فيصل؟ أرجو أنك تعطيني شوية زمن، يعني تفضل. يعني هناك كثير من الردود بشفافية يجب أن نتحدث بها. يعني أولا صحيح. قضية عمالة الشاه لإسرائيل بغض النظر كان صحيح أو لا، وبالتأكيد كان عميل لأمريكا، ولكن ماذا حال النظام الحالي يعني من الخميني والخمني؟ أليسوا هيدهم عملاء أمريكا أو صنيعة أمريكا؟ والدليل أن رؤساء أمريكا منذ عام 1980 من عند ريغان إلى الآن يهددون، والأهم من ذلك قصفوا المفاعل النووي السوري والمفاعل النووي العراقي، ولكنهم ينظرون بعين الرأفة يعني نوع من الرخاوة تجاه 21 أو 22 مفاعل نووي في إيران. وبالتالي يعني هذا يشير تماما إلى يعني هذه ما سميت حقيقة كذبة كبرى، قضية الثورة الإسلامية. أي ثورة إسلامية يا أستاذ فيصل التي تقتل الناس المسلمين؟ لم تقتل يهوديا واحدا، إنما تقتل المسلمين، تدمر بيوت المسلمين، يعني تدمر دول المسلمين، تحتل دول المسلمين. هل هذه الثورة الإسلامية؟ الإسلام منها براء؟ لا، بئس هذه الثورة إذا كانت كذلك. يعني منذ عام 1980 إلى الآن العراق وسوريا ولبنان واليمن والكويت وكل المنطقة لم تعرف الهدوء، لم تعرف إلا النار والقتل والدمار، لم تشترك إسرائيل بهذه الحروب. ثانيا، عندما يتحدث على أن هناك تطبيع أو علاقات ما بين هذه الدول وإسرائيل، يعني إسرائيل لم تقصف مكة والمدينة بصواريخ باليستية أو طيران مسير، وأنت تعرف تماما، وأنت تعرف من يقوم بعملية القصف. والأهم من ذلك يا أخي الكريم، حافظ أسد علاقته بإسرائيل منذ عام 1965. ربما لا تعرف، العمر لم يسمح لك، لكن أقول لك أنا عام 1980 عندما نشبت الحرب وأرادت إيران احتلت العراق، كان السلاح الإسرائيلي يذهب إلى إيران إلى طهران عبر سوريا، وكنت ضابط ملازم أول في مطار السين، وكانت الطائرات التي تقوم بنقل هذا الشاحن تهبط في مطار السين ثم تحمل إلى طهران. كان السلاح الإسرائيلي، هل كان السلاح الإسرائيلي يهبط في دمشق ثم إلى إيران رغما على أنف حافظ أسد أم بقبوله؟ الأهم من ذلك يا سيدي، عام 1973 الحرب تشرين، من هو الذي صد العدوان الإسرائيلي على سوريا؟ اللواء 40 مدرع الأردني في الجنوب، واللواء السعودي الذي كان في تل الحرة ومنع الالتفاف، والقوات التجديد المغربية، وقوات فرق العراقيين. ورغم ذلك حافظ أسد طرد العراقيين وطرد السعوديين، ومن ثم نفذ حصول حن مع إسرائيلي فقط لرفع العلم فوق القنيطرة. من سمح القوات السورية تدخل لبنان؟ أليست إسرائيل؟ وثم تقول لا تطبيع، أعطيني طلقة أطلقت من سوريا إكراما لحزب الله فرضا، إكراما للبنان منذ عام 1973 إلى الآن أطلقت على إسرائيل، ثم تقول هؤلاء مطبعين وهذا قومي عربي وليس غير مطبع. يعني دعنا أيضا نتحدث بأكثر من ذلك. حزب الله الذي يتبنى القتال ضد إسرائيل وليقول الصواريخ لحيفا ما بعد حيفا، هل بخريطتكم مرسوم حلب بعد حيفا، حمص بعد حيفا، درعا بعد حيفا؟ السوريين الذين تقتلونهم في سوريا لأنهم سنة، هل هؤلاء موجودين في إسرائيل أم موجودين في درعا وحلب وحمص وحماة؟ يا أخي اتقوا الله، يعني شوية الواحد ما نحكي، صحيح أنت تابع لإيران وبتدافع عن إيران، بس كمان يكون في عندك خوف من الله في حساب يوم الحساب. عندما تحدث حقيقة عن قضايا، يعني هناك أسرار لا يعرفها، ولا ربما أنا وضعي كعسكري ضمن هذه العصابة تبع بشار الأسد 40 سنة أعرف كثير من التفاصيل، لا نريد يعني لا وقت اليوم لذكرها، لكن الحقيقة عندما تحدث فحافظ أسد وبشار الأسد هم عملاء لإسرائيل قبل أن تخلق حتى ما يسمى الثورة بإيران، ثورة الإرهاب بإيران وليس الثورة الإسلامية. يعني عند المخدرات التي ترسلها سوريا وإيران وحزب الله ترسلون مخدرات عبر الطعام للعالم لتقتلوهم، هل هذا من الإسلام لك يا أستاذ فيصل؟ يعني واحد معلش يعني طيب. يعني ممكن نحن نغطي مرة مرتين ثلاث وعشرة وشغلة، لكن أعود لسؤالك يا أستاذ محمد، طيب. قضية إيران يا أخي الكريم، اليوم إيران أجبرت النظام تغيير مناهج التعليم، تغيير الدين، تغيير كل المؤسسات، كل الشركات، ما في شيء بظل بسوريا يسمى أو له صفة
ما راح نقول عربية، عربية ما في محل، لكن لم يقل لها صفة سورية. اليوم سوريا هي إيران، ومن يعني 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 ربما ينسج أحلام فارغة وفاضية على عودة سوريا أو إخراج إيران، فأعتقد إيران ستكون عنده بعد أيام. طيب نعم. الآن أستاذ فيصل علق، أستاذ سيادة العميد، أستاذ فيصل علق على موضوع السفارات التي يعني تفتح في دمشق، آخرها السفارة البحرينية. طيب إذا كان موضوع نعم. عبارة عن أوهام، موضوع إبعاد إيران عن النظام أسد في دمشق، لماذا نرى مثل هكذا تصرفات أو هكذا رهانات أصلا موجودة؟ يعني هم هكذا يفكرون. طيب. ربما في هناك دول عربية بقيت سفارات مفتوحة، السفارة الأردنية في دمشق بقيت مفتوحة، سفارات كثيرة بقيت مفتوحة. إذا القضية لا تتعلق بالسفارة، القضية تتعلق بالاعتراف. والنظام يعلم تماما من خلال خطاب المعلمي الأخير الذي جرى كيف تز هذا النظام بكامله، وأصبح يعني فات بالعرض، بمعنى لا يستطيع، يعني انخرس بشكل كامل، لأنه يعلم تماما إن لم تضع له السعودية الضوء الأخضر فكل الأضواء الخضراء التي هي أضواء خافتة ليس لها أي قيمة أو معنى. إذن عندما تضع السعودية ضوء أحمر، فهو هذا الضوء الذي يعني يقتل النظام، أو هذا الضوء الذي يقول للنظام أنت لا يمكن أن تعود إلى جامعة الدول العربية. فقضية حتى بشار الأسد عندما قال هؤلاء العرب إحنا لا نريدهم، والعرب لا يريدونه، يعني من أعاد بسفارته فيعني ربما له مآرب خاصة فيه وليس له أي علاقة بالثورة السورية. الثورة السورية يا سيدي الكريم، شعب ثار على هذا النظام بعد أن صنعه، يعني نحن من صنعنا هذا النظام، نحن من صنعنا بشار الأسد وحطوا رئيسه ولد، وبالتالي هو له الحق فقط في إعطاء هذه الشرعية له أو نزع الشرعية، فالشعب السوري نزع الشرعية، ولا يمكن لأي قوة على السفارات والقنصليات مش عارف إيش أن تعيد له الشرعية. هو يحاول الاستعطاف لأمريكا، يحاول الاستعطاف لبريطانيا، يحاول الاستعطاف لأوروبا، ويعني يحاول بكل الطرق والمكائد، ولا يمكن أن تعود شرعيته، لأن كل طفل في سوريا قتل، وكل امرأة اغتصبت، وكل يعني رجل مسن، هؤلاء المكلومين لا يمكن أن يقدموا له شرعية. وهو بيعرف تماما أن روسيا حاولت جائدة الضغط على الحوران بالاتفاق الأخير فقط لاعتراف بانتخاباته، رفضوا الحوران، قالوا نحن لا ننتخب، لا نعترف فيه أساسا. وهو يعلم أن اليوم أنه من جنوب الكسوة لا أحد يعترف به، وكذلك من شمال حلب، وكذلك من شرق دير الزور، كل هؤلاء لا يعترفون به. بالنسبة للموقف السعودي، وهو الموقف الأساسي بالنسبة للدول العربية، الجميع يعلم إذا لم يكن هناك موافقة سعودية فلا معنى لأي تقارب مع نظام أسد بالنسبة للجانب العربي. بالطبع الموقف السعودي، هناك من يرى بأنه هناك يعني نوع من أنواع التردد، تناقض ربما، ليس على سوية واحدة. نسمع المعلمي من جهة يتحدث عن إجرام النظام ويصفع صفعة قوية، وثم نسمع من جهات أخرى بأنه هناك يعني نية للتقارب إذا تم إبعاد إيران. كيف يمكن فهم الموقف السعودي سيادة العميد؟ موقف السعودي يا أخي الكريم منذ عام 2011 لم يتغير إلى الآن، وإن يعني ربما اختلفت الترددات لكنه لم يتغير، بقي ثابتا مع الشعب السوري، مع حق الشعب السوري. ولذلك دخلت السعودية بقضية إنسانية جدا في بداية الثورة، وتحدث بها الأمير بندر عندما قال نحن يعني حكينا مع هذا الاسم بشار واعطينا أموال، قلنا أخي فوز هاي أموال بس عمل إصلاحات وهدي الأمور، وهي بلد، هاي البلد حافظ عليها، يعني هاي البلد صنعت أنك بني آدم رئيس، فحافظ عليها، حافظ على السكان، شوف بدهم مطالبهم، يعني هذه الطغمة الفاسدة حواليك شيلهم. هو لا، هو فضل فقط مشان هذا الحيوان نجيب، عاطف نجيب، فضل مشان هذا الحيوان أن يقتل الشعب السوري كاملة من أجل هذا المجرم الذي أهان أهل حوران، وهو يعلم أن كرامة أهل حوران أحسن منه ومن كل من هو يوالي إليه. ولذلك عندنا يعني السعودية حاولت خلال فترات متلاحقة أن تقوم بحل القضية إنسانيا وسياسيا وبشكل بحيث أن لا تتخرب سوريا، يعني سوريا روسيا السعودية ما يهمها هو سلام سوريا، ما يهمها سلامة الشعب السوري، وحدة أراضي سوريا، وبالتالي أن تعود سوريا العربية التي كانت عربية أنذاك إلى حضن العرب العروبة، لأنها تعتبر عامل مهم بهذا الحضن، لكن هذا من يقودها هو ليس عربي. عفوا، وهناك نقطة غاية في الأهمية، إلى الآن المملكة لم تغير، يعني تصريحات خادم الحرمين الشريفين والوزراء وكل المؤسسة والنظام يقولون نحن مع الحل السياسي، أنا كلياتنا معنا مع الحل السياسي وفق القرار 2254 وفقرات جنيف رقم 1-6 التي يعني صاغ الله يرحمه اللي هو كوفي عنان. طيب، فلم يتغير. إذن أي يعني طيب. على ماذا يعني على ماذا يعولون يعني؟ فموقف السعودية طيب. هذا موقف السعودية جاء تماما ردا على التغلغل الإيراني في سوريا الأكثر. جميل. يعني جميل. أعود إلى السؤال المحوري الذي طرحته قبل قليل على الأستاذ فيصل ولم أتلقى جواب عنه.
الموضوع متعلق بنظام بشار أسد، إلى أي مدى يا ترى وهو يعلم علم اليقين بأن الموقف السعودي هو الأساس بالنسبة للموقف العربي أو الحضن العربي الذي يرغب بلا شك وبالعودة إليه، إلى أي مدى من المستعد يا ترى نظام بشار أسد أن يقدم تنازلات فيما يتعلق بعلاقته مع إيران أو احتلال إيران للأراضي السورية مقابل أن يعود إلى أو يعيد علاقاته طبيعية مثلا مع المملكة العربية السعودية؟ أريد هنا تحليل سياسي أستاذ فيصل وليس مواقف. أولا هذا السؤال بقاموس السياسة السورية هذا سؤال مرفوض، يعني أنت توصف أشياء لا تعترف بها سوريا على الإطلاق. سوريا تعتبر نفسها وإيران في خندق واحد، أنت تسمي احتلال إيراني. أنت قبل قليل كنت تتحدث أستاذ فيصل عن العروبة، يعني أنت في خندق واحد مع الإيرانيين، فلا يمكن، ربما هكذا يرى كثيرون، أنه لا يمكن أن تتحدث عن أنه أنت الآن تمثل العروبة. لا، ليش؟ يعني العروبة هي حصرا يعني على السعودي الذي يطبع مع إسرائيل، حصرا على الإيراني، الإيراني يعني حصرا على الإماراتي، حصرا على القطري، حصرا على البحريني. يعني إذا كان العميد نفسه وقع في تناقضات خطيرة وخطيرة جدا، يعني عندما يقول أن هؤلاء يقتلون من يقتلون لأنهم سنة، هل أهل حلب يعني أصبحوا شيعة عندما كانوا في الحرب مع الرئيس السوري بشار الأسد وتحملوا سنوات من الحصار؟ حلب، أنت تعرف أستاذ فيصل أنه حلب نصفها تم تدميره، صحيح؟ اسمح لي دمرته طائرات بشار أسد وأسلحة الحرس الثوري الإيراني. فقط أريد أن أتأكد أنه المعلومة هذه لديك أم لا حتى نكمل الحديث. يا سيدي هل الحرب في سوريا هي حرب سني وغير سني؟ من الذي أعطى قوة لهذا النظام؟ أن الشعب السوري والمجتمع السوري بقي متماسكا والجيش السوري متماسكا رغم كل المحاولات لزرع الطائفية والفتنة. وإلا لو كانت الحرب سني وغير سني، هل يستطيع الرئيس الأسد أو غير الرئيس الأسد أن تبقى سوريا موحدة وأن تبقى سوريا صامدة وأن تبقى سوريا ثابتة؟ شو الحكي هذا؟ معقول أكثر من 80% من سوريا سنية؟ كيف ممكن يعني أن واحد يقنع بمثل هذا الكلام؟ طيب إذا يعني إذا كان ما تتفضل به صحيح، إيران لماذا دخلت إيران على يعني على الأراضي السورية؟ طبعا دخلت، لماذا فتح النظام لها الباب أصلا لتدخل؟ دخلت لقناعتها أن سوريا ليست بوارد سني وشيعي وعلوي ومسيحي. سوريا تحارب لأنها هي القلعة الأخيرة والقلعة الأساسية لدعم المقاومة وللعروبة ولقضية فلسطين ولهذا المسار السياسي استراتيجي. سوريا لم تكن في يوم من الأيام ضد السياسات العربية وضد القضية الفلسطينية، لم تكن في يوم من الأيام مخالفة لسياسات الاتحاد السوفيتي أو روسيا الاتحادية، بل كانت على الدوام في هذا المحور، ولذلك هي منسجمة مع تاريخها. هي لم تغير، الآخرون هم الذين غيروا. مصر كانت في مكان وأصبحت في مكان، السعودية لطالما كانت تحت السقف الأمريكي. طيب الآن أستاذ فيصل، فلذلك لا الآن اسمح لي أستاذ فيصل، اسمح لي بس تسمعني؟ لا اسمح لي بس خليني كمل. تفضل باختصار لأنه الوقت يداهمنا فقط. إذا لم تكن السفارات اعتراف فما هو الاعتراف بالدول؟ إذا لم تكن السفارات اعتراف فما هو الاعتراف؟ يعني العميد أسعد وقع بتناقضات خطيرة، إذا لم يكن هناك ضوء أخضر من السعودية لا يمكن أن تترتب الأمور، وإذا كان هناك ضوء أخضر يعني البحرين تأتي إلى سوريا دون رضا السعودية، أنت مقتنع بهذا الكلام؟ هل تأتي أي دولة خليجية إلى سوريا دون رضا السعودية؟ السعودية هي التي غررت بكل هذه الدول، وهي تحاول بأي شكل من الأشكال أن تعود إلى سوريا. حتى الآن الرفض من سوريا وهجوم المعلم الأخير على سوريا لأنهم فشلوا في استعادة الزمام الأمور مع السوريين، وسوريا لديها الكثير من الشروط على السعودية. طيب. في هذا الإطار بكل الآن حال الآن بكل طالما حال أستاذ فيصل، من يعير سوريا عليه أن يرى ما فوق ظهره قبل أن يتحدث عن سوريا. الآن سوريا هي المعيار وهي المسطرة، وعلى الآخرين أن يكونوا على غرار سوريا. طيب. وليس العكس. الآن هناك الكثير من السوريين حتى من يعني الموالين أيضا أنفسهم يقولون
بشار الأسد يعتبر نفسه انتصر الآن، صحيح؟ هذا صحيح، أليس كذلك أستاذ فيصل؟ أنا أعتقد أن سوريا انتصرت على هذه المحنة جميل. وعلى هذه جميل، هذا الكلام جميل. يقولون السوريون بكامل أصنافهم وأطيافهم الآن يقولون، ما معنى إذن أن تبقى إيران موجودة بل وتضاعف من قواعدها العسكرية في سوريا حسب آخر إحصائية تم إيرادها؟ يعني خلال عام 2021 أكثر القواعد الأجنبية في سوريا هي القواعد الإيرانية. شوف، دعني أقول لك شيء، هناك الكثير من التضخيم في الإعلام والكثير من بث الأخبار الغير صحيحة. كل الوجود الإيراني في سوريا، وأنا أقول لك عن معرفة دقيقة ودقيقة جدا، لا يضاهي عدد مقاتلي حزب الله في سوريا. يعني شوف، هذا الحزب الصغير نسبيا بالعدد قياسا مع سوريا أو مع إيران أو غيرها من الدول الكبرى، كل الوجود الإيراني في سوريا لم يتعدى الوجود الرمزي في كل الأحيان، بل تحدث عن الوجود الروسي مثلا. هذا العدد الكبير من يعني الروس، لماذا لا يتحدث يعني أحد عنه؟ أما أن روسيا، عذرا للمقاطعة أستاذ فيصل، ولكن حسن يعني نصر الله نفسه يعني قال على الملأ، نحن نضرب بسيف إيران، نحن بالنهاية نعمل لصالح إيران، هكذا قال الرجل. يعني لا نستطيع أصلا أن نقول بأنه هذه معلومات مغلوطة يقدمها الإعلام. شوف، هذا أمر آخر. عندما نتحدث عن وجود لدولة، هذه الدولة لها هوية. حزب الله لن يصبح إيراني، حزب الله لبناني لكنه منسجم ويستفيد ومدعوم ومتبنى من إيران، وهذا الأمر يقوله حزب الله علنا. لا أدري إذا كان يعني هناك من الجمهور أو من الشعب العربي عموما يعني الذي يتابع يمكن أن يقتنع بهذا الكلام. على كل حال الوقت يداهمنا أستاذ فيصل، سأعود إليك في ذات النقطة يعني لنتحدث أكثر. أنا فيصل عبد الساتر العربي الأصيل من بعلبك، يعني بصبح إيراني لأني بكون مؤيد لحزب الله وسياسات حزب الله بصير إيراني؟ شو هالحكي؟ ليس نحن لا نتحدث هنا أستاذ فيصل عن الجنسية، نحن لا نتحدث عن باسبور. العميد الزعبي الذي قضى حياته في جيش العربي السوري الذي يتبنى عقيدة البعث، الآن هو في السعودية، يصبح يعني من آل سعود وغير سوري لأنه أصبح بالسعودية. طيب، لا، هذا الكلام غير صحيح. جميل. المسألة لها علاقة بمسارات سياسية. أنا لدي مسار سياسي، أنا وسوريا وإيران وروسيا في خندق واحد، لكن هناك تمايزات، روسيا ليست إيران وإيران ليست سوريا. طيب أنا أريد أن أعود إلى نقطة ذكرتها قبل قليل غاية في الأهمية أستاذ فيصل، انه لا. يعني انت تعتبر بانه يعني العرب هم الذين يركضون لتطبيع علاقاتهم مع بشار اسد، انت مقتنع بهذه يعني بهذه الرؤيه؟ انا مقتنع انا مقتنع كما اقتنع انني الان على قناه اورينت، وسياتون انبطاحا لانهم ساءوا كثيرا الى سوريا واجرموا بحق سوريا وبحق الرئيس السوري بشار الاسد. الرئيس بشار الاسد هو عميل لامريكا واسرائيل، بالامس اسرائيل قصفت مرفأ اللاذقية وهي تتدخل في كل الحرب السوريه منذ اللحظه الاولى، وتغير، كيف تغير وتعتدي وتقصف وتدمر وتقتل ثم نقول ان النظام في سوريا عميل لاسرائيل؟ ما هذا الهبل السياسي؟ جميل، بعض جميل. الاحيان طيب، يطلق بعض يعني. انتقل الى سياده العميد في سؤال اخير قبل ان اختم هذه الحلقه من تفاصيل، والنقطه هذه التي كنت اثرتها قبل قليل مع الاستاذ فيصل المتعلقه بانه هو يرى وغيره ايضا يرى كذلك بانه ليس نظام بشار اسد هو الذي يرغب في إعادة علاقاته مع الدول العربية، بل العكس هو الصحيح. كيف ترد على هذه النقطة؟ بس دعني فقط في نقاط أثارها، يعني يعني مش فقط هبل سياسي، غباء سياسي. يعني قال إنه نحن نقتل السنة، أعطيني مين هو الشيعي اللي عم تقتلوه بسوريا؟ يعني اثنين، من هي القوات التي دخلت إلى سوريا؟ الشيعة من إيران، الشيعة من أفغانستان، الشيعة من باكستان، الشيعة من لبنان، الشيعة من العراق، الشيعة من جنوب أفريقيا، من كاميرون، من نيجيريا. يعني تخيل كل شيعة العالم جاءت لسوريا، والفيديوهات المصوره التي صوروها عناصر حزب الله وقالوا نريد ان نقتل النواصب،
يعني هو يعرفه تماما، هو يعرفه تماما. انا لا اريد يعني اقول له لا يقاطعني. استاذ فيصل، استاذ فيصل لا يقاطعني. استاذ فيصل يعني لا نريد ان نضطر الى قطع الصوت. خليني امشي. ايوه خليه يقطع صوته لاني بدي احكي انا. دع سياده العميد يكمل فقط استاذ فيصل ارجوك. يعني بعدين يا اخي الكريم، اول امس ايران تقيم اربع قواعد لها في جبل الجراح وفي المسعودية، في ريف حلب الجنوبي الشرقي وفي ريف حمص الشمالي الشرقي. بعدين لما بيحكي لك عن يعني طرد إيران أو مثلا هي سعودية، يعني سعودي عندما يقول أن العميد أسعد السوري هل صار له 54 بالسعودية، هل صار سعودي؟ هذا هو قانون بشار الأسد. قال سوريا ليست لكل من يحمل جواز أهوية سورية. يعني هلا سوريا مو إلي، سوريا فقط لمن هو موجود حاليا بيحمل بندقية وبيدافع عن كرسي بشار. هذا بشار الأسد حكى مو أنا. يعني إذا هذا أيضا يعني يتحدث فيه الأستاذ فيصل. يعني عندما تحدث حتى عن الضربات الإسرائيلية، ضربات إسرائيل قالت أنا أضرب إيران، تفضلوا هاي روسيا اللي دعمتكم خليها تدافع عنكم، تفضل بشار خليه يدافع. هم لم يضربوا، يعني لم يستهدف، ضربات إسرائيلية لم تستهدف جندي سوري، إنما تستهدف القوات الإيرانية. طبعا هو سباق بين إسرائيل وإيران على قضية الله. ثالثا المهم جدا أن إيران الذي يقول أستاذ فيصل ما دخلت سوريا يعني مشان حرب مع السنة، دخلت إيران ودفعت حزب الله فقط تحت الشعار حماية المراقد الشيعية. يا أخي صلى عندنا 1500 سنة حطينا بعيوننا، هل صرتكم تدافعوا عنها؟ هل ذكرتوها؟ والأهم من ذلك يا أخي الكريم، حيصل نصر الله بلسانه كما قال، يا عمي أكلنا وشربنا ورواتبنا وسلاحنا وحياتنا وهوانا وتنفسنا كله من إيران، ونحن نعمل وفق القيادة الإيرانية. بدك أكثر من هيك يا أستاذ فيصل؟ هات تفضل شرف رد. طيب يعني باختصار شديد وقت الحلقة انتهى أستاذ فيصل. يعني أولا يعني لا أريد أن أدخل إلى هذا المنطق الطائفي والمذهبي البغيض. يعني إذا طائف هذا طائف، هي حقيقة يا أخي. يا سيدي، هل روسيا أصبحت يعني من المذهب الاثني عشري؟ يعني بوتين أصبح جعفريا؟ شو هالحكي هذا؟ إذا كنا نريد أن نتحدث بهذا الأمر طيب سألك سؤال بسيط قبل قليل أستاذ فيصل، سألك سؤال بسيط الآن. إيران وميليشياتها قتلت شيعيا في سوريا. هو لا يتحدث بنفس طائفي، هو يوضح فقط الحقائق على الأرض. يا أخي هذه الحرب عندما تدور في أرض ما، شو العالم بتفتش على هويات الناس إذا شيعي ولا سني؟ طيب إذا لم يكن هناك شيعة، شو بتجيب شيعة من مكان آخر وبتقتلهم حتى تقول إنه هي مش عم تقتل سنة إلا يعني ما بتقتل إلا سنة، يعني لازم تقتل شيعة؟ شو هالحكي هذا؟ طيب. ليش الروسي عندما يغير بالطائرات على إدلب يعني عم يفتش على شيعة وسنة وعلويين ومش عارف شو له علاقة؟ يعني هذا كلام مرفوض، لأنه عمليا إذا قبلنا بهذا المنطق كل الجماعات التي جاءت وحملت السلاح من تركيا، طيب هل فيها شيعي؟ هل فيها علوي؟ طيب كلها سنة. بنيجي بنقول إنه هذه الحرب خاضوها السنة ضد أهل حلب اللي هن سنة، وضد أهل إدلب اللي هن سنة، وضد أهل دير الزور اللي هن سنة؟ لا، شو هالحكي هذا؟ هذه حرب دخل فيها الكثير من الدول والكثير من العناصر. كانت في بادئ الأمر حركة احتجاج أريد لها أن تتوسع لتصبح على هذا النحو إلى آخره. وأنا أعتقد أنه من اللحظة الأولى أخطأ فيها بعض المعارضين، بعض المعارضين الذين لم يقرأوا في أن الأمر أكبر بكثير من حركة احتجاج تكون للمطالبة بما يسمونها ديمقراطية. على ذكر روسيا وإيران، وهذا الأمر على ذكر روسيا وإيران، تعتقد أيضا من جانبك أستاذ فيصل بأن هناك الآن صراع روسي إيراني على الأراضي السورية ربما يظهر إلى العلن في الفترة المقبلة؟ مسألة صراع مسألة كبيرة. لا أعتقد أن هناك صراع بين روسيا وإيران. نعم هناك خلاف في وجهات النظر فيما له علاقة بالتحالفات وفيما له علاقة بالعلاقات وفيما له علاقة ببعض الأحداث في سوريا ومع تركيا، فهذا طيب. روسيا وإيران. جميل وضحت الفكرة، انتهى وقتنا تماما، لم يعد لدينا أي ثانية متبقية من الوقت، أعتذر منك. يعني الصورة أيضا والصوت يتقطعان. أشكرك جزيل الشكر أستاذ فيصل عبد الساتر الكاتب والإعلامي، كنت معنا عبر سكايب من بيروت. أشكر أيضا سيادة العميد أسعد الزعبي الخبير العسكري والاستراتيجي، كان معنا عبر سكايب كذلك من الرياض. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة. إلى اللقاء.